فرصة للتسجيل والواحد صبر لفريق المان سيتي عن طريق ديلاب، ولكن الروعة في التمرير من الفنان الصغير فودين. فودين لديلاب والسيتي يتقدم 1-0. تمريرة في غاية الدقة، تمريرة تدار، كرة خطيرة بولوموت، فرصة مسات قريبة، التسجيل وهذا التعديل عن طريق سوريتش. سوريتش عابر نتيجة 1-1. الكرز يرجع للمباراة. هدف التعادل لبولوموت. مان سيتي هي المشاكل يا جوارديولا، سواء مع الفريق الأول أو بالصف الثاني، السيتي دفاعيا مازال. هيا 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 رايو قايم، الكرة شاب جوارديولا الثاني، الهدف الثاني عن طريق السيتي، شابها رايو، تابعها ديلابا، كرة في مرة أولى لم تتاوى لجرامبي، ولكن في مرة ثانية يتابعها ديلابا.